السيدات والسادة الكبار، السيدات والسادة ممثلو القطاعات الحكومية، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني، السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام، حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم. Les efforts du ministère de la Solidarité pour la finalisation en cours d'un programme national sur la protection de remplacement. إذن هذه المناسبة هي لقاء دراسي بمناسبة تقديم دليل النيابة العامة شأن الكفالة الأطفال المهملين في إطار الشراكة الاستراتيجية مع اليونيسف اللي هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وكذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهي مناسبة لتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة، وكذلك تفعيل الاستراتيجية الأساسية للمملكة المغربية في مجال حماية الطفولة وتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، وهي كذلك من الأسس التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة في سياستها الجنائية وكذلك في سياستها العامة فيما يخص العناية بحقوق الطفل وحمايته سواء الجنائية أو المدنية. وهذا الدليل تم إعداده من قبل مجموعة من القضاة سواء برئاسة النيابة العامة أو بمحاكم وبأطر رئاسة النيابة العامة، وكذلك نأمل من خلال هذا اللقاء أن تسلط الأضواء على مختلف ما تضمنه هذا الدليل ليكون استرشاديا لمختلف قضاة النيابة العامة للسير قدما بكل ما يحمي الطفل المغربي وكل ما يؤسس لحماية بناءة إن شاء الله الرحمن الرحيم. La présentation de la du guide de la kafala c'est réellement un grand progrès, c'est un grand une grande contribution au renforcement du système de protection pour l'enfance plus vulnérable et surtout les enfants qui ne sont pas protégés par leur famille ou les enfants abandonnés, les enfants migrants. Donc c'est un guide qui donne des procédures, comment dire, opérationnelles, harmonisées et standardisées aux intervenants judiciaires et sociaux, et donc pour justement un traitement des cas qui soit le plus efficace et conforme aux principes de la Convention des droits de l'enfant. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.